هي اللي مي هذا ما يمنعش ان نوظفوه بصح راهو عنده لازم يكون عنده تعليمات يمشي عليها تعليمات. احنا الدوريات الليليه ولا الدوريات في النهار لازمهم يدوروا في الاقامه. لاحظنا ايضا طالبات يتجملن بطريقه تبين خروجهن في سهره. لم يكن امامنا سوى البقاء وراء احدى النوافذ والترقب بكاميرتنا اي محاوله خروج غير قانونيه. كانت الساعة تشير إلى منتصف الليل عندما بدأ سيناريو التسلل. فتيات يرتدين ملابس قصيرة يخرجن من ثقب بإحدى جدران الإقامة. والغريب في الموضوع أن لا أحد ينتبه لهن. والوجهة سيارات فخمة تنتظر فريستها على الطريق السريع. لم نبرح النافذة حيث كان هدفنا معرفة إن كان ذهاب الفتيات بدون عودة. إلا أننا قبل بزوغ الفجر رأينا من بعيد نفس السيارات تنزل نفس الفتيات اللواتي تكون طريقتهن في العودة إلى الغرفة الانبطاح والاختفاء خلف الأعشاب والقفز وراء الجدران. في السيوبات يعني je vais être franche. المسؤولية الكبرى والمسؤولية الأولى والمسؤول الأول على الإقامة والتطبيق هو المدير. المدير هو المسؤول الأول. بصح المدير يعني كما نقول حنا يد وحدة ما تصفق. المدير عنده توت ستاف تكنيك اللي نورمالمون يمشي معاه. الله يبارك عندنا خمسة رؤساء مصالح وكل مصلحة عندها دي شيف دو سيكسيون رئيس فرع نورمالمون يعني التسيب. لو كان أنا نقول لازم المدير يكون واقف ولازم لو ستاف تكنيك يكون واقف معاه باسكو وحده ما يقدرش. إذن ميم سادير أنا جو بوتيتر كيا أون كومبليسيتي بوتيتر كيا لا سالي وبالك الناس ما تعرفش تخدم بالك الناس راح تخدم ما وراولهاش كيفاش تخدم. يعني المشكل يقدر يكون من عدة جهات. التسيب هذا يقدر يكون من عدة جهات. لاجونت سيكيوريتي بوتيتر كي لا ايتي ركروتي جديد ما يعرفش بالك ما على بالوش باللي الطالبة عندها الحق ولا كاين بعض الطالبات والطالبة ثاني ربي يهديها. طالبة تجي تحوس تخرج على 9 تاع الليل ولا 10 تاع الليل نورمالمون ديجا هي أصلا دوا با أوزي. Elle ne doit pas oser. Elle est là, l'ilmu dirasa. Tu dخل على 8, خلاص سي بون. وإن كان حال الإقامة على هذا النحو، فإن التسيب وصل أيضا إلى التلاعب بأوقات دخول الفتيات إلى الإقامة. فمثلا تشير التعليمة إلى أنه يمنع منعا باتا دخول الطالبات إلى الإقامة بعد 7 مساء. لاحظنا أن كل التعليمات تضرب عرض الحائط. ولمسنا حالة من التسيب. تصل إلى خارج محيط الإقامة. دخول وخروج هذه نقطة تخص المؤسسة كل مؤسسة وكيفاش تحب تقنن هذا وهذا يكون يعني في إطار إحنا تسمى المشكلة الوحيدة نتاعنا أنه يعني الأمن والأمان للطالبات. خروج قداش أنه كاين إن كومبليسيتي بين أعوان الأمن والطالبات؟ Si je vous réponds à cette question, c'est une accusation. C'est une accusation à tort. Tant que, c'est-à-dire, il y a une complicité ou là, donc je ne pourrais pas vous répondre sur ça. Donc, mais à la balise, tu peux avoir la complicité comme tu peux avoir la complicité. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. ركنا سيارتنا على مقربة من هناك. وحذرنا الكاميرا لنقف على خروج فتيات في أوقات مختلفة من 8 مساء إلى 9 و10 ليلا. كل هذا يجري من الباب الرئيسي وأمام أعين أعوان الأمن. Donc il faudrait qu'on fasse une enquête d'abord. باش نعرفوا علاش الطالبة خرجت وكيفاش خرجت وشكون اللي خلاها تخرج باش نشوفوا كيفاش. لو كانت تكون طالبة خرجت باغ فورس وضربت وقالت نخرج ويلزمني نخرج تو سكي سونسوي انا كمدير إغامة للعالية جو لا في باسي اون كونسي ديسيبلين افون دو لا في باسي اون كونسي ديسيبلين نجيبها عندي للمكتب ونتفاهم معاها ونقول لها دوك انا نعيط لوالديك لكن يجي الاب تاعك الوالد تاعك والوالده تاعك يقولوا لي بنتي احنا رانا مسرحينها تخرج على 9 و10 تاع الليل
تما نشوفوا كيفاش يديروا كي اوتوريزاسيون باترنيل ونشوفوا كيفاش. مي الا كان كانت في بقوه وكانت بالك حاله التسيب كما قالت الزميله تاعك ولا كان اون كومبليسيتي دونك لي دو فون باي الطالبه الفا باسي اون كونساي ديسيبلين ومن بعد هو مجلس التاديبي هو اللي راح يحدد العقوبه دونك سا ديبون سي لا في تستعرف بالخطا وتقول غلط وما كنتش على بالي وهكذا نشوفوا يعني العقوبه درجات ولو كان تكون كومبليسيتي من عون الامن ولا تكون كومبليسيتي من يعني نيمبورت كيل موظف لهنا هذاك الموظف يحال على المجلس التاديبي اللي يكون على مستوى مديريه الخدمات الجامعيه. واش كاش نهار دخل لا سيتي خرجتي بالتيت ماشي خرجتي بالتيت ما خرجتي سهرتي برا لا سيتي تغلق 20 انا خرجت 10 بصح كيفاش هادي باسكو كاين ناس الداخل يعاونونا باش نخرجوا كيفاش حكي لنا كيفاش يعاونوكم باغ اكزومبل كاين لي زاجون تقدري تمدي لهم تشيبا كومون كيفاش كيما نقولوا حنا تشيبا يخلوك تخرجي كاين زعما دي كاميرا بصح هما يحبسوا السيستم باش يخلوا البنات يخرجوا يخرجوهم في لامبيلونس يخرجوهم في لي فواتور اللي داخل باسكو كاين دي زابيتون داخل كيفاش يخرجوهم في لي فواتور هادو في لامال بيان وفي لامبيلونس ترجع مريضة مريضة عندها ايرجونس ولا من بعد تروح ما توليش. أما وجهة الطالبات فهي محطة النقل للتلاقي مع عشاق في جلسات وناسة وتحت غطاء سواد الليل. شوف هذو اللي جان كاع اللي راهم هنايا كل واحد عنده وحدة فهمتي كيفاش؟ كل واحد عنده وحدة كيما أنا عندي وحدة عرفتها صافي إن سومان فهمتي إن سومان أنا نجي هنايا نرفدها فهمتي عرفتها ديجا خطرة كنت ندور هنا بالطونوبيل قلت لك كيما حالة اللي جان واحد ما يخدم ما عنده ما يدير عشية نجي ندور هنايا انا مع رفدتها خلاص اللي صار بالي جون عشينا كيف او ترجعتها بكير رفدتها على 7 رجعتها 8 ومن بعد لا دوزيام فوا طولنا مور 8 قالت لي ما قدرتش ندخل لاسيتي كيفاش سيد هضرت مع هذاك لاجون با شغل شو اللي عرفت فهمت روحي عطيتو من بينا دخلها لا تروازيام فوا كتشوفي عاود وليت لا تروازيام فوا بديتها ما وليناش حتى الصباح رحنا اون سواغي كانت سواغي اورغانيزي بديتها معايا اسما انت كي تحب تخرجها ال 10 تاع الليل ولا 11 تاع الليل تتفاهم مع لاجون نورمال تو في نورمال كاع الناس على بالهم بهذا الشيء. وجهة أخرى في هذا التحقيق تمثلت هذه المرة في مساومة فتيات الإقامات الجماعية على قارعة الطريق أو كما يقال لها الراكولاج. وقفنا أمام إحدى الإقامات الجماعية على أساس أننا خرجنا من هناك ولم نصدق العدد الهائل من السيارات التي كانت تتوقف أمامنا في كل مرة. وهنا تبادر إلى أذهاننا سؤال واحد، لماذا دائما تعتبر بنات الإقامات الجماعية فارسة سهلة لكل شاب يمر عليها؟ فساد الوسط داخل الإقامات الجامعية ليس حكراً على ولايات الجزائر، وهو الأمر الذي اكتشفناه خلال هذا التحقيق. بعد أن قصدنا ولايات غرب الجزائر ودخلنا إقاماتها بطريقة جد عادية دون أي بطاقة. كانت غرفة إحدى الفتيات المعروفة بسمعتها السيئة وسط الطالبات. أخبرنا المدعوة سوسو أننا في مأزق لأن إحدانا لديها صديق ينتظرها خارج أسوار الإقامة. شوفي
وحتى تصدقنا أسمعناها مقطعا من الاتصال. تعاطفت الفتاة معنا وأخبرتنا أنه لكسب أعوان الأمن على الفتيات التودد لهم وشرائهم مقابل مبالغ مالية أو عن طريق مجالستهم داخل الغرف. بعد أن أخبرتنا سوسو بالموضوع قصدت أحد الأعوان الذين تتعامل معهم في العادة وهذا لإقناعه بإخراجنا. طالت مدة الحديث لكنها في الأخير تمكنت من إقناعه بالسماح لنا بمقابلة الصديق. انتظرنا لساعات وعند الفجر فتح لنا العون الباب وتسللنا خلسة من الباب الرئيسي للإقامة باتجاه الطريق. يضرب كيجي عندي هنايا يقول لي نتهلا فيك منا هادي عاود خطرت كاع نخمم الخاف الله غالب دروك باش انا نستنى الشهر باش يجي وهادي وهادي بزاف هذيك هي يجي يقول لي نتهلا فيك منا يعطيني ديك 300 500 600 هادي بو هي وكيفاش عاد تكون تعرفهم ولا والو البنات هادو البنات كاين اللي نعرفهم هكا باينين إذا صاروكم؟ هاي بعيني خطرتي جو عدنا تما خطرتي عرضونا الفوق هاي نروح التعشى وعدنا نطلع عندهم لداخل نستحروا معهم في الماء نتعشى ونعود معهم في الماء صح انتو ما هاد عرسد ما شفت بلي الطلق لاسيتي استغنصهم ما مستغنصي والبنات هادوما انتو ما تعرفوا كي تعرفوهم ملاح باخ باش عندهم كما يقولوا تركي المدينة نتاعهم عندهم بالك معهم هادرة معهم كونفليس معهم ما نجيبش انا بالك نكون نقول هلا ولا بالك مش عند المدير انا نعشم طردتني من الخبزه نتاعي. وهذا شحال دير موندي انت زعما الناس ما عرفت تخلي البنات يخرجوا. سادي بو خطرات هي بلا ما نقول لها تعطيني 100 150 سادي بو كي ما يكونش كاين تعطيني 60 70 خير موالو بعدها كيما قال لك عندي باش نصبح الصباح. بصح علي من ساعه تخليهم هكا يخرجوا؟ العشره كي تنقص الحركه ولا؟ سادي بو 8:30 9 سادي بو شوف الدعوه ما كان والو. تمشي كاينين كاميرا لداخل؟ كاينين بصح نطفيهم كيما خارجين بيان سور نطفيهم ما نقدرش نخليهم شاعلين كيما يخرجوا نعاود نشعلوهم باش ما نحرقوش اللي صارنا. هاد البنات يوليو صباح ولا؟ يوليو مع 3:30 4 سا ديبو كاين اللي ما توليش حتى الصباح. وكيفاش كونتاكت بيناتكم تبقى تعيط لي تقول لك راني داخلة؟ حاجة باينة هذيك كي تجي جاية تعيط لي في التليفون. في
اليوم الموالي قصدنا إقامة أخرى، سمعنا أنها في حالة فساد أخلاقي نظرا للتسيب الممارس بداخلها. دخلنا بطريقتنا الخاصة وبقينا داخل إحدى الغرف لمدة 3 أيام. حاولنا من خلالها معرفة كيف تسير الأمور هناك ومن هي المافيا المتحكمة بالداخل. لم يكن الأمر سهلا، لكننا بعد مدة من الزمن وصلنا إلى غرفة أقل ما يقال عنها أنها لا تليق بمقام الإقامات الجامعية. غناء وصخب وعري ممزوج بروائح قارورات الكحول والدخان. سألتنا إحدى الفتيات عن سبب وجودنا هناك. حاولنا الاندماج في ذلك الوسط مبررين ذلك بكوننا نريد الخروج ليلا للسهر. علاش مخرجه انت كي تهضري؟ ما كيحب نخرجوا على بالك ماشي موافقين نخرجوا كيما حنا سهرت تاعنا. ما تقدروا تخرجوا هنا في لاسيتي؟ علاش تخرجوا؟ خرجوا في الليل. خرجوا هنا في الميلون. عندنا وقت محدد نخرجوا فيه. لا لا تخرجوا الشيات ما كاش بها مشكله. كيفاش تخرجوا؟ نخرجوا سهرون دي فلو. كيفاش نخرجوا من الباب؟ لا 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 تغلق على الستة. لا يخرجنا واحد يخرجنا تفهموا معا خرجكم ملاح عادي انتما لو كادو كان حب نخرج جانا تخدو تخرجوني خرجوا اختي مكاش بها مشكلة انتما كملي نتباتو ولا كملي تخرجوا لا لا عادي نسقسي برك انا ماشي يعني نسقسي لا كان زعما حب نخرج دوكا اسك نقدر نخرج ولا لا لا شوفوا لك هذا هو اللي خرجنا حنا خرجكم نتوما صرا لي بروبليم دوكا عيط لي واحد شغل نعرفو قال لي لازم دوك تخرجي نسحقك من ياك تعيطي لي من بصح هويا عندك النيميرو تاعها هاد تشوفوا قال عندي انا اونجيست بتعيط لها بصح اليوم الا يخرجوا لا تخرجوا نيشان تخرجوا المهم قبل وحده باش تخرجوا انا خارجه زعما ايه هذا الحجاب خارجه ما كيفاش حسنا نخرجوا بلا حجاب كيفاش هنا كي تخرجي بالحجاب كوافي ماكيت كوافي كيفاش تماكيو نتوما وتلبسوا ما كاين اللي راه كاين لا عندنا وحده تخدمنا بداهم ملاح واش دير كان كوافي ماكيت صح سبيسيال سهرات سبيسيال نشقى وحده زعما الحمد لله لا واحد يديروا مشاكل بزاف شو عندي زوجان بلا يخرجوا باش تخرجوا ليا واه يتهلاو فيك واه
هلا غالي. لا على هذيك اللي جوا ما عرفتش تتفاهم معاها. شوفي غادي يجي بصح تعاود تلاقوا في لا تيراس. وقتاش عاد هكا ساعه هكا ولا كي يجدر واحد نعيطوا له تلاقى معاه في لا تيراس. عايزه شتم هكا حنا المهم قبل واحده ماقيش ديالو اسلي تخرج فيهم داري امل هذيك تلقوا في لاطيرس كما تلقى من داري مع امل هات ما يخدم معاك فاطمه تجيبي له البنات ايوه مليحه مسكور فاطمه هي كي تقول لها تخلص تخلص ما تخلص ما تخلص هي تحكي فيه هي كلمتها مسموعه يعني تي حاج فاطمه هي من داري الدجاج بشير هاتي كما تتعامل مع هي معروفه حنايا غير تقول لهم غير معناتها مجدد وكلشي زعما كتخافي كي فاهمه ما عرفناش فهمتك تما ولد فاتي الضمانه تاعنا الهواري الهواري أحد الأعوان الذين يسهلون على البنات الخروج ليلا ولا تستغربوا إن قلنا أن عملية الخروج تكون عن طريق سيارة الإسعاف بعد زيان ما تتلفوا عي دوك الجه ما تطورش عاي معايا دوك الجه ما يمالا بركش تخرج ما قالت ليش قالت لي برك الهواري فريها لك غادي تيار دي دير روحك مريضة غادي دير روحك مريضة أنا أها من بعد وتبديك عند الطبيبة أه. هي تفوت لك بصح ماشي تفوت لك غير دير لك الاخرين اللي خدم معها لافير باه تخرجك ونخرجك غادي كي نجي نخرجك غادي تخرج انتيا ونديرها باللي صاحبتك غادي تخرج معاك باه توانسك تما في لوبيطال داكوغ اوكي هيا بيان اها ايوا نخرجوا ونشوف انتيا وين راكم رايحين بون انت حطني غير في الخرجه حتى في الطريق دوك في الطريق نعيط لهم ونشوف وين يستناوني باش نقول لك وين ماشي بعيد ماشي بعيده المهم قالت لك فاطمه على البري ولا البخي ما قالتليش عليه ما قالت لي هواري هو يقول لك شحال البخي شحال كلش هي نورمالمون انا نخدم حاجه شويه بصح اللي كي قالت لك فاتي صاحبتكم ندير معاكم بري شباب نديرك معاكم 500000 500000 علاش انت شحال عرفت تخرجهم اكثر كاين خرجهم اكثر راهم درو كنت زوج كاين كنت نخرج وحده برك نخرجها ب 500000 غادي غير صفاتي غادي تما تهليت فينا قالت لي تهلا فيهم غادي نتهلا فيهم يعطيك الصحه ربي يخليك صحيت انت كي تخرج عندك هو صحيح ما فيهاش ريسك ولا يحكمونا ولا لا لا كي راكم معايا ما فيهاش ريسك يا خلاص اوكي هذاك هو الصح ودوك غادي باش نديرو شوف انت يا روحي الشومبر انت يا البلوك والشومبر ديالك وين انا راني في البيدوس المهم انا دوك نجيب الاخر ونعيط لك باه نروح للفرميه وعاود نجي تما نقرب لومبيلونس قدام البلوك ديالك الساعة منتصف الليل كنا ننتظر في كل دقيقة طرق الباب وبالفعل جاءنا الهواري وأخبرنا أن علينا الخروج بسرعة باتجاه سيارة الإسعاف ما يساعد الفتيات على الهروب ليلا هو السكون خصوصا في فصل الشتاء ركبنا السيارة وانطلق بنا السائق حاولنا الدخول في دردشة قصيرة معه لمعرفة بعض الخبايا صح على غرة سهلت علينا المهمة نعم لار فاتي يعني بيان نعم انت ما تخدم مع فاتي مع فاتي تسمع دايما مع فاتي هكذا دير تقسموا الخدمه دراهم ولا كيف